اليوم فيه توجيه آخر اللي يدخل في إطار التنويع اللي رانا نتكلموا عليه، التنويع الاقتصادي الوطني، واللي يرتكز كذلك على الفلاحة كمحور. راكم تشاهدوا فيه مستثمرين جزائريين بتكنولوجيات عالية راهم يستصلحوا في أراضي شاسعة بآلاف الهكتارات تبعا لدفتر الشروط اللي سطرته الدولة. المنتوجات اللي مركزين عليها الأكثر هي المنتوجات الاستراتيجية. اليوم راكم تشاهدوا هذه المنطقة مخصصة خاصة للأعلاف دعما لشعبة الحليب، أن عندنا أهداف لتقليص فاتورة الاستيراد من بودرة الحليب، كذلك الحبوب. وتكلمنا مع الإخوة المستثمرين باش يركزوا شوية، ينوعوا شوية هذا المنتوج.